أهلا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي تفتح طريقا استراتيجيا إلى محيط صنعاء. عشرات آلاف من العالقين في ليبيا يمكن أن يستفيدوا من ممرات إنسانية في 2018 تقلهم إلى أوروبا. إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات الإمارات بسبب الضباب. ارتفاع حصيلة قتلى أعصار الفلبين وعشرات المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب البلاد. دراسة تقول إن تلوث الهواء يزيد من خطر انخفاض وزن الطفل عند الولادة. الجلطات يمكن أن تصيب الأصحاء. فقد اكتشف علماء المركز الوطني لبحوث القلب والأوعية الدموية الإسباني أن الاعتقاد بأن غير المدخنين وأصحاب الأوزان الطبيعية في مأمن من الإصابة بأمراض القلب والجلطات اعتقاد خاطئ.